بيدي السر والتفوق في وسط الملعب، وبقى يعني سبحان الله يعني ديانج دلوقتي بقى الكنز اللي فايلر بيحافظ عليه. بمعنى ايه؟ وصلنا للدقيقه 59 وتفوقت وجبت اهداف، بقى اول لاعب فكر ان هو يخرجه عشان يريحه، لانه اصبح كنز. في الاول ما كانش بيديله، كان مثلا كان وصلت بيه ان هو كان بيلعب بعمرو السوليه وقفشه. دلوقتي ديانج اخذ الفرصه واثبت نفسه لفايلر، اثبت ان هو لعيب مقاتل ولعيب من افضل اللعيبه في النادي الاهلي، وادى تقل في وسط ملعب النادي الاهلي في كسب الكره الثانيه. وفي الهدف اللي احنا عرضناه نفس الهدف بتاع ماتش المقصه، استعاد الكره الثانيه وعمل التمرير الطولي. كمان عنده ميزه، مش يعني لعيب مودرن، لعيب حديث، بيقدم كره حديثه اليو ديانج، مش بس بيقطع الكره، لا ده كمان بيديك التمرير الطولي لقدام. وكمان النهارده عنده ميزه المحاولات على المرمى، عمل محاولتين على المرمى، ودي حاجه يعني لو بصينا على ارقامه حاجه بتاكد الثقه اللي هو بدا يكتسبها لما بدا ياخد رجل المباراه في اكتر من مباراه. ده دليل ان هو بدا يروح، زمايله بتثق فيه اكتر، الثقه بدات فيه اكتر. لو بصينا لعب 59 دقيقه، صنع فرصه، قطع الكره 11 مره، استعاد الكره الثانيه 10 مرات، ليه محاولتين على المرمى. نركز في الرقم ده لان اللاعب ده بيزيد، بيجاي بيتطور، دلوقتي بقى كنز بالنسبه لي ريني فايلر، بقى بيخرجه عشان يريحه، دي حاجه مهمه جدا. نسبه دقه التمريرات القصيره 79%، عدد التمريرات الطوليه 3، 2 من 3 صح، ارتكب خطأين. دلوقتي انت كنا مقلقين من اصابه حمدي فتحي، بعدين ظهر اليو ديانج، فبقى حاجه زي الكنز دلوقتي اللي بدا ريني فايلر يحافظ عليه ويخرجه في الدقيقه 59 عشان يحافظ عليه. تمام، مين اللي بعد كده؟ اللي بعد كده جونيور اجاي.